السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين يا جماعة؟ النهاردة فيديو جديد من نوع وخاص عشان اتنصب عليا وفي ألمانيا. لا بس طريقة النصب كانت حلوة والحمد لله، يعني ما اتنصبش عليا في كتير يعني. بس اقول لكم بالظبط ايه اللي حصل. اللي حصل ان انا وانا طالع من السايت باوشتلة يعني، فلقيت واحد بيوقفني، اللكنة بتاعته سويسري، ومعاه قال لي انا طالع المطار دلوقتي ومعايا حاجات حلل وحاجات ومش هينفع ان انا اطلع بيها الطيارة، انا كنت في معرض وكده وبتاع مش عارف ايه، وراني الورق وبتاع وعايز ايه، عايز الحاجات دي يعني اباها يعني بنص التمن ولا اي حاجة. فقلت له مش محتاج حاجة يعني، كانت حلل وسكاكين وحاجات كده، فقلت له مش محتاج حاجة يعني. فقال لي انا هعمل لك فيهم خصم كويس وبتاع، هعمل لك 80% خصم. طبعا هو اول ما قال لي 80% خصم انا قلت يعني ايه الموضوع مش مظبوط يعني. بس لما شفت الحاجة هي يعني انا ما صدقتش ان هو الحاجة تمنها كده، لان هو قال لي الحاجة ب 2000، الطقم حلل ب 2500 يورو، وقال لي في كمان طقم سكاكين معاهم، طقم السكاكين ب 675 يورو. فقال لي دول يعني ايه هحسبهم لك مع بعض، يعني هنخصم 80% وتاخدهم بس. فانا لما حسيت ان الموضوع كده ايه مش تمام، انا شفت الحاجه كويسه جدا، الحاجه حلوه يعني، بس طبعا ايه يعني مش زي السعر اللي هو بيقول عليه دوت. فانا قلت له طب وريهم لي. بصوا معايا، ده هنا طقم السكاكين اهو، جاي في علبه خشب شيك جدا، تفتح كده اهو، طقم سكاكين المفروض ان هو ياباني، طبعا ماركه يوشيرو، هي يوشيرو دي ماركه ياباني يعني، المفروض ان هي ماركه غاليه، بس هي طبعا مكتوبه ناقص فيها حرف، ده اللي اكتشفته بعد كده. ودي طقم الايه السكاكين، طقم يعني شكله نظيف جدا يعني، انا لو هروح اشتريه مثلا من محل عادي ممكن اعتقد ان انا ادفع فيه مثلا لو هو صيني يعني مش ياباني زي ما هو بيقول، يعني فرنج مثلا 40-50 يورو مثلا، تمام؟ لان ده لو ياباني فعلا السكينة اعتقد بتعدي 300 دولار السكينة الواحدة، تمام؟ ومديني معاه كده ورقة، الورقة مكتوب فيها انا اهو ان السعر 675 يورو، تمام؟ دي كانت اول حاجة. وبعدين نيجي بقى لطقم الحلل. طبعا اول ما لفت نظري ان الحلل دي يعني معلهاش ماركة، تمام؟ فنفتح كده طقم الحلل، هو يعني 12 قطعة زي ما احنا شايفين، فين صباعي اهو، 12 قطعة، تمام. الحلل الصراحة شكلها يعني مش وحش، وعليها المفروض علامة سويسرا، علم سويسرا فوق اهو زي ما احنا شايفين، و30 سنة ضمان طبعا اي كلام. بس الحاجة طبعا ايه يعني متكيسة كويس، شكلها نظيف جدا. بصوا الكارت الجارانتي اللي هو المفروض بالتشيب هنا اهو، تمام. دي اصلا التشيب دي خدعة، دي صورة رسمة، مش اصلا مش تشيب حقيقية يعني، تمام. وجاي البتاع معاه كتالوج وحاجة يعني حاجة عظيمة جدا يعني، حاجة في منتهى يعني النظافة الصراحة. كتالوج جاي في جراب حتى جلد، يعني شغل متكلف. والحلل الصراحة يعني تقيلة، يعني أنا الحلة شايلها تقيلة، الحلة نفسها أو الطقم نفسه شكله نظيف جدا يعني، حتى لو الواحد كان هيشتريه كان الواحد هيدفع فيه يعني مبلغ، حتى لو كان يعني صيني يعني، ده اللي أنا أقصده يعني. طيب الناس بتسأل بقى دفعت كام في الكلام ده كله، الحلل دي اهي، دفعت. قلت له انا مش معايا الصراحة، كل اللي معايا 130 يورو بس. قلت له عايز تاخدهم على كده خدهم،
مش عايز خلاص. فهو طبعا ايه الراجل خدهم، بس الراجل كان ايه شكله نظيف جدا، بيتكلم اكسنت سويسري. انا اعرف الاكسنت افرق ما بين يعني اكسنت سويسري واكسنت الماني واكسنت نمساوي، فهو لا كان اصلي يعني، فكان سويسري يعني اصلي، ده اللي انا بقصده. بس ده كان اللي حصل. فيعني هو الموضوع مش خسارة كبيرة الحمد لله، بس الطريقة عجبتني، الدخل عجبتني، الطريقة عجبتني ان هو سويسري وكده، فعشان نعرف ايه ان اي مكان فيه النصب، بس ايه تختلف بقى الطرق. بس هو يمكن دخل عليا لاني اجنبي بقى وقال لك ده مش فاهم حاجة ولا بتاع، ف يعني ممكن نضحك عليه يعني، وهو فعلا نجح ان هو يضحك عليا. بس انا يعني اعتبرتها ايه في الاخر يعني 130 يورو في طعم حلل. الناس اللي هي العايشة في المانيا لو عارفين اسعار الحلل ايه، حتى اللي هي مش ماركات يعني، حلل عادية لو الواحد هيروح يشتري من ايكيا ولا تروح يشتري من اي حتة، الحلل لا الحلل غالية. فانا شايف 130 يورو في طعم الحلل وطعم السكاكين الهايل ده، شايف ان هو يعني مش خسارة يعني. هي بس طبعا هي هو الموضوع اللي هو ايه القصة الاختراع اللي هو عمله ده يعني، بس مش مشكلة. انا حبيت بس اشارككم بيه ان يعني كان موقف طريف، انا بالنسبة لي موقف طريف يعني. وان احنا نعرف برضو ان اي مكان فيه نصب، في المانيا في سويسرا في اي حتة العالم كله فيه نصب يا جماعة، ناخد بالنا كويس. وان شاء الله تكونوا دايما كده يا رب في خير وصحة وسعادة. قولوا لي ايه رأيكم في الموقف اللي حصل دوت، اكتبوا لي. اشوفكم على خير ان شاء الله، فيديو جديد، ويلا سلام.